بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للحافظ المجتهد الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا بفضل الله تعالى قد شرعنا في قراءة كتاب الحج، وطرقنا باب المواقيت حتى انتهينا من الحديثين المذكورين فيهما، ثم وقفنا على باب ما يلبس المحرم من الثياب. ولعلنا قبل أن نستأنف في قراءة هذا الباب، أحب أن أشير إلى أمر نبهني عليه أحد الإخوة الأفاضل، وهو الشيخ أحمد عطيف من جيزان، وهو ممن يتابعنا له سنوات، جزاه الله تعالى خيرا، يتابعنا يعني عن طريق البث التلفزيوني، ومن أوائل من تابعنا أيضا في قراءة هذا الكتاب. نبهني إلى خطأ أو غلط وقعت فيه، وهو أني نسبت القول بأن الحج هو على الفور، الحج على التراخي، أن واجب الحج على التراخي عند الجمهور، وذهب بعض الأئمة إلى أنه على الفور، والعكس هو الصحيح، والعكس هو الصحيح، وصدق حفظه الله تعالى أن قول الجمهور أن الحج على الفور، وإنما ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه على التراخي. فأحببنا أن ننبه الإخوة على هذا الخطأ الذي وقعنا فيه، وهذا من التواصي، يعني التواصي بالحق والتواصي بالخير. والإخوة إذا وجدوا يعني خطأ وقعت فيه، أو معلومة يعني لم تكن مسددة، فلا بأس أن يتواصلوا معي وينبهوني. باب يا شيخ، تفضل يا شيخ أسامة، باب ما يلبس. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الأحكام في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في مصنفه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، فيه مسائل. المسألة الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجيب بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبس غير محصور، إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود، على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة. بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو صاحب المتن:
متن عمدة الأحكام، باب ما يلبس المحرم من الثياب. الحديث الأول في هذا الباب، وهو الحديث الخامس عشر بعد المئتين من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. انتهى الحديث. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وهو شارح هذا المتن، فيه مسائل: الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس، لأن السائل قال: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ ما قال عليه الصلاة والسلام: يلبس كذا وكذا، قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا. فأجابه بما لا يلبس. قال الشارح: لأن ما يلبس محصور، لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور، إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة. لذلك أهل البلاغة والبيان يقولون، يسمون هذا بالأسلوب الحكيم أو أسلوب الحكيم، وهو أن يتلقى السائل جوابا لا يترقبه، تنبيها له على ما هو أنفع في حاله. الرجل سأل: ما نلبس يا رسول الله؟ فقال: لا يلبس، فأجابه بذلك. فلذلك سمي هذا، يسميه أهل البيان بالأسلوب الحكيم، ولعله يعني من هذا المصطلح يؤخذ المعنى، لأن الحكيم، لأن الجواب لا بد أن يكون حكيما أيضا، بمعنى إذا سألك السائل سؤالا ينبغي أن تجيبه بما ينفعه، أو أن تعدل أو أن تحيل السؤال إلى شيء ينفعه. وهذا ما يسمى أيضا، يسميه أهل البيان وأهل البلاغة بالقول بالموجب، يسمونه الأسلوب الحكيم ويسمونه القول بالموجب. وأيضا ضربوا لها مثلا بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ينفقون؟ ذهب، فضة، خيل، عقار، كذا. قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فأجابهم الله تعالى عما هو أهم، عما هو أهم، وهو أنهم إذا أرادوا أن ينفقوا فلينفقوا أموالهم للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فلذلك أخذ من هذا، أو أخذ أهل البيان من هذه الأحاديث والآيات ونحوها، هذه الفائدة وهذه الحكمة، وربما ساقها المصنف يعني في قوله: وفيه تنبيه، أي تنبيه للسائل أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة. وهذه من الحكمة، بمعنى أن إذا سألك سائل بسؤال فانظر هل الحكمة أن يطابق الجواب السؤال، أم أن الحكمة أن تنبه السائل إلى أنه كان ينبغي أن يضع السؤال على وجه آخر حتى تكون الفائدة تامة فيه. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه، فالعمائم والبرانس تعدى إلى كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط، فإنه قيل إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول، والتنبيه بالقمص على تحريم المخيط بالبدن وما يساويه من المنسوج، والتنبيه بالخفاف والقفازين وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن، وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار فنبه بهما، على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة، ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المخيط. بارك الله فيك. الفائدة الثانية من هذه الأحاديث من هذا الحديث أن أهل العلم اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، هذه التي ذكرها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وهي القمص جمع قميص، والعمائم والسراويلات والبرانس. ثم أخذ القياسيون، أهل القياس وهم جمهور الأمة، ولا أدري هل يلمح إلى الظاهرية في هذا المقام، لأن الاتفاق هنا كما ذكر ابن حجر أن المقصود به اتفاق أهل القياس القياسيين، بمعنى من يقول بالقياس، ولا أدري ما رجعت لها والآن عنت لي، هل أهل الظاهر، وليس هذا ببعيد عنهم، يعني هل خصوا التحريم في هذه المذكورة في الحديث ولم يقيسوا عليها غيرها؟ لعل الأمر كذلك، أو لعل بعض الظاهرية ذهب إلى هذا، فلذلك بيّن المؤلف هاهنا أن أو خص الفقهاء القياسيين، قال: والفقهاء القياسيون، أي الذين يقولون بالقياس، عدّوا هذه المعاني أو هذه الأمثلة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان في معناها، لأن لباس الأمم والشعوب لا يمكن حصره، لباس الأمم والشعوب لا يمكن حصره، فلذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم بذكر الأمثلة، فجاء أهل الفقه في هذا المقام فقاسوا عليه كل ما كان من مثله. فأورد المصنف فقال: فالعمائم والبرانس تعدى إلى كل ما يغطي الرأس مخيطا أو غيره، لأن تغطية الرأس تختلف باختلاف الأمم والشعوب، بين القبعات والبرنيطة والطاقية وكذا وكذا، وأنواع كثيرة لا يمكن، فلذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقول العمائم بالعمائم والبرانس، فأخذ أهل الفقه يقيسون عليها كل ما غطى الرأس، فكل ما يوجد عند الأمم والشعوب مما يغطي الرأس فيلحق به. قال: ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، المخيط مو معنى في خيط، لكن المخيط بمعنى ما يلبس في لا يلبس في الرأس، فإن العمامة مثل هذه إنما توضع على الرأس، بخلاف بعض ما يغطي الرأس فإنه لا بد أن يكون على مقياس الرأس فيغطيه. فلذلك يقول المؤلف: ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، بمعنى ما يوضع على الرأس من غترة وعمامة ونحوها، والبرانس، والبرنس معروف وهو ما يغطي الرأس ويكون متعلقا بالثوب نفسه، وهذا عند أهل المغرب كثير، ما زالوا إلى يومنا هذا يلبسونه. قال: والبرانس تنبيه على ما يغطيها من المخيط،
فلعل الأمر كذلك. لكن في كل الأحوال يقاس عليها كل ما غطى الرأس، فإنه قيل إنها قلانس، البرانس ما هي؟ قال إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول، وهذا يذكره بعض أهل اللغة. والتنبيه بالقمص، ولعله ألا بأس أن نذكر أيضا فائدة في هذا المقام في قوله صلى الله عليه وسلم البرانس، فإن بعض أهل العلم حرم أو كره لبس البرانس، قال لأن فيها تشبها بالنصارى، فاستدل بهذا الحديث على عدم الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أمته على شيء مكروه، فاستدل على عدم الكراهة بهذا الحديث. طيب، والقميص أو القمص وهو جمع قميص، قال والتنبيه بالقمص على تحريم المخيط بالبدن وما يساويه من المنسوج، فقص عليه كل ما يتقمص، كل ما يلبسه المرء يقاس عليه، جاكيت، فنيلة ونحوها، كل ذلك أيضا يلحق به قياسا. قال والتنبيه بالخفاف والقفازين، وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن، وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار، فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة، فلذلك الجوارب والقفازات ونحوها أيضا هذه منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقاس عليها أيضا مما ظهر في العصر الحديث يقاس عليها. قال ومنه السراويلات، وهو جمع سروال، لإحاطتها بالوسط إحاطة المخيط. فإذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور وعددها، لكن أهل العلم قاسوا عليها كل ما كان في معناها. ثم لا بد أيضا من الإشارة في هذا المقام إلى أمر نبه عليه غير واحد من أهل العلم، وهي فائدة جيدة طيبة في هذا المقام. الأصل أن كل خطاب، أن الخطاب إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشترك فيه المرأة والرجل. الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لذكور الأمة وإناثها، لكن جيء في هذا المقام فقالوا ها هنا هذا الخطاب إنما هو للرجال، لأن هذه الأمور ليست محرمة على النساء ما عدا ما وجد ما ورد، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا الذي أخرجنا عن هذا الظاهر رب قال يقول طيب الأصل أن الخطاب لكل الأمة، نقول صحيح، لكن ها هنا خص به، فإذا قال وما هو المخصص وحق له أن يسأل، لا بد من دليل، نقول المخصص ها هنا إجماع أهل العلم أن هذا الخطاب إنما أو هذه الأمور إنما خوطب بها الرجل دون المرأة. نعم. المسألة الثالثة، إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، وعند الحنبلية لا يقطعهما، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا، فإن الأمر بالقطع هاهنا مع إتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوه. قال صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد نعلين، إذا لم يجد نعالا فليلبس الخفين، الخفين والخفاف مثل الجوارب فإنها تغطي الكعبين، لكن ما لم يرد في هذا الحديث قطعهما، لم يرد في هذا الحديث قطعهما. قال إن لم يجد، عفوا، ورد في هذا الحديث بقطعهما، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقال المؤلف الثالثة، الفائدة الثالثة، إن لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين، بمعنى يقطعهما حتى يظهر يعني دون الكعبين. وعند الحنبلية
لا يقطعهما. وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا، فإن الأمر بالقطع هاهنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الثاني الذي يليه. لكن الشاهد أنه إذا لم يجد نعلين فإنه لا بأس أن يلبس خفين، ولكن يقطعهما دون الكعبين، أن يقطعهما دون الكعبين. لكن الحنابلة لم يأخذوا بهذه الزيادة، والخلاف فيها إن شاء الله تعالى سيرد في الحديث الآتي. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: اللبس هاهنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه، لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء، واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين، ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه أحياناً واكتفى في التحريم فيه بذلك. قال المؤلف: اللبس هاهنا عند الفقهاء محمول على المعتاد ما نلبسه، فهب أن المحرم أخذ ثوباً مثل هذا الثوب ووضعه على عاتقه لكنه لم يدخله في بدنه، هل يسمى لبساً؟ نقول عرفاً هذا لا يسمى لبساً، وإن كان هذا مخيط، هذا الثوب مخيط، لكنه لم يلبسه. لذلك نبه أهل العلم قالوا: اللبس هاهنا محمول على ما اعتاده على العرف، فلو ارتدى يعني جعله رداء، أخذ هذا الثوب وجعله كالرداء على ظهره وكتفيه، لم يمنع منه. ما نقول ترى هذا مخيط، نقول يقول ما لبسته، إنما وضعته كرداء على جسم. قال: لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء. إذن العرف والعادة هاهنا هي المحكمة. طيب، إذا أخذ القباء، والقباء مثل المشلح، وهو ما كان مفتوحا أمامه لكن له يدين، ممكن تدخل يديك من خلال هذا المشلح أو هذا القباء، إذا وضعه على كتفه، وضع هذا القباء ووضع هذا المشلح على كتفه ولم يدخل يديه، أيقال حينئذ أنه هل هذا لبس أم لا؟ هذا موضع النزاع الذي ساقه المؤلف في هذا المقام. قال: واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين، فالمالكية هاهنا قالوا: جرى العرف والعادة أن مثل هذا اللباس يوضع على الكتف، فلذلك لو وضعه المحرم على كتفه على هذا النحو فإن هذا أمر معتاد، ويكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. والجمهور نظر قالوا: لا، هذا لا يسمى لبسا، هذا لا يسمى لبسا، لأن اللبس الحقيقي لا بد وأن يدخل يديه في أكمامها، وهو لم يفعل ذلك. فالخلاف ها هنا يعود إلى العرف. الجمهور يقولون: العرف العادة أن هذه وأمثالها المشالح لا بد وأن يدخل يديه، وهذا صحيح، الغالب أن المشالح ونحوها لا بد، إن لم يدخل يديه فلا بد أن يدخل يدا واحدة، هذا المعروف، فقالوا هذه هي العادة. والمالكية يقولون: لا، بل العادة أن مثل هذه توضع على الكتف، فلذلك إذا وضعها المحرم فإنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وعليه دم. نعم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة: لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة معا، والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا، وإذا قيل له إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه،
وشرط الشيء غيره، ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن، والإحرام ركن، والإحرام ركن هذا أو ما قرب منه، وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. بارك الله فيك. قال الخامسة: لفظ المحرم. طب الألف واللام ها هنا للمفرد أو للجنس؟ المحرم ها هنا التي وردت على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، هل هي للفرد أو للجنس؟ الظاهر أنها للجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس القمص جمع، ولا العمائم، لو كان مفردا لا يلبس القميص، ولا العمامة، لو أراد بالمحرم الفرد لقال: ولا يلبس القميص ولا العمامة ولا السروال. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس القمص بالجمع ولا العمائم، دل ذلك أو بين أن المقصود بالمحرم ها هنا الألف واللام ها هنا للجنس أي للجمع. قال: لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة معا، والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما، كما نقول أنجد بمعنى بلغ نجدا، أتهم بمعنى بلغ تهاما، وكذلك أحرم بمعنى دخل في إحرام الحج أو في ما حرم عليه في الحج والعمرة. ثم نقل نصا عن شيخه العلامة عز الدين ابن عبد السلام، وقلت السلمي لأن الشيخ أسامة هذا ابن عمه، أسامة السلمي، والشيخ أبو محمد بن عبد السلام كان سلميا، فلذلك ذكرته يعني بنسبه. قال: وكان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام يستشكل هذه المسألة، وذكر هذه في القواعد، فكان يقول: يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا، فإذا قيل له إنها النية، الإحرام النية، اعترض عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن النية إنما هي شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره، ويعترض على أنه إذا قيل له التلبية فكان يرد ويقول بأن التلبية ليست ركنا من أركان الحج، هذا أو ما قرب منه، بمعنى أنه نقله على المعنى. ولعلي أنقل كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام من كتابه القواعد، ثم نذكر أيضا يعني أقوال بعض الأئمة في الجواب على هذا الاستشكال. ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: ومن المشكل قولهم إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام، إذا نوى خلاص أضحى محرما من غير قول ولا فعل، أنت الصلاة يعني ما تكفي النية، لا بد وأن تكبر حتى تدخل، الصوم ما تكفي النية، لا بد وأن تمسك عن الطعام والشراب. قال: فكان يستشكل، قال: كيف ينعقد الإحرام بمجرد النية من غير أن يكون ثمة قول أو فعل؟ قال: فإن أريد بالإحرام أفعال الحج لم يصح له ذلك، لأنه لم يلتبس بشيء منها، يعني مجرد النية نقول أحرم، ما تلبس بشيء من أعمال الحج. وإن أريد الانكفاف عن المحظورات لم يصح أيضا، لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح، بمعنى لو نوى الحج وهو واضع للطيب انعقد إحرامه حتى وإن لم يكف عن هذه المحظورات. فلذلك استشهر، قال: كيف يكون محرما
وهو لم يتلبس بشيء لا بقول ولا فعل، فإن قيل هذه فالجواب عليها ما سبق. قال: وهذا تتمة كلامي، ولأنه لو كان كذلك لما صح إحرام من جهل وجوب الكف، لأن الجهل به يمنع توجه النية إليه، إذ لا يصح قصد ما يجهل حقيقته. ولو كان مجرد الكف لقيل أيضا في هذا المقام أنه لا تصح نيته، لأن ما الجاهل الذي لا يعرف محظورات الإحرام يقال في هذا المقام أيضا ما تصح نيته، ما يصح إحرامه لأنه لا يعرف محظورات الإحرام. ومع ذلك حتى الجاهل إذا نوى انعقد إحرامه سواء كان للحج أو العمرة. لعلنا ننقل أيضا في هذا المقام يعني بعض الأجوبة، يعني منها ذكرها ابن حجر العسقلاني حين نقل يعني قال: هي ليست نية خالصة، ليست النية، لكنها مجموع، نقول الحج ينعقد بمجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية، بمعنى ما ينعقد الحج حتى يتجرد من ملابسه ويلبي، حينئذ نقول أنه قد انعقد حجه. وكأن الشيخ يعني كذا مر عليها يعني أجاب ولم يطل الكلام، لكن الجواب فيما أظن الأسد ما ذكره البلقيني. البلقيني له سراج الدين البلقيني الشافعي، وهو من كبار أئمة الشافعي رحمه الله تعالى، حتى قيل أنه بلغ رتبة الاجتهاد، توفي في القرن في أول القرن الثامن 804 و5. له كتاب علق فيه على قواعد العز بن عبد السلام، علق فيه، كان ينقل المسائل، ثم جاء في هذا الموضع قال: ولا إشكال ها هنا، يعني ما استشكله الشيخ يعني ليس بموضع، ليس بإشكال. قال: انعقاد الحج والعمرة بمجرد النية من غير قول ولا فعل ننزله منزلة المكتسب حكما، يعني باعتبار المآل، فإذا نوى ننزل هذه النية منزلة المكتسب حكما، لأنها لا تتحصل إلا بذلك. ولعل هذا هو الجواب الأسد في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: المنع من الزعفران والورس، وهو نبت يكون باليمن يصبغ به، دليل على المنع من أنواع الطيب، وعداه القائسون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات، وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا. وهذه فائدة طيبة جيدة. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا يعني من اللبس فيقاس عليها، وإذا أردت أن تقيس عليه يعني ما تلبسه الأمم والشعوب بلغ المئات إن لم يكن الآلاف. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنع من الزعفران والورس. قال السادسة: المنع من الزعفران والورس. قال: وهو نبت يكون باليمن يصبغ به. قال: هذا دليل على المنع من أنواع الطيبات، من أنواع الطيب ما له رائحة طيبة، فعداه القائسون أي أهل القياس، ولا أدري، أيضا هذه تحتاج إلى تحرير، أنا مقصر، لأنه والله أحيانا يعني لا أتنبه لها إلا ها هنا. قوله القائسون ها هنا، هل أراد به إخراج الظاهرية بمعنى أن الظاهرية إنما حصر، وهذا ليس ببعيد، إنما حصر المنع في الزعفران والورس دون غيره، بمعنى ما كان الورد والعودة ونحو هذه يعني لا يرون فيها بأسا، لا أدري، لكن في كل الأحوال جمهور الأمة وهم القائسون القائلون بالقياس عدوا هذا إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات،
وما اختلفوا فيه فإنما اختلافهم بناء على أنه من الطيب أو لا، وربما اختلف تجد في كتب الفقه، لكن اختلاف اتفاقهم على الأصل أن ما له رائحة طيبة فإنه أو ما يعد من الطيب فإنه يلحق بالزعفران والورس. فإذا اختلفوا فيه هل يكون اختلافهم بناء هل هذا طيب أم لا؟ ولعل من مما ظهر في عصرنا المحاضر عصرنا الحاضر الصابون، أن بعض أهل العلم يرون أن الصابون هذا الذي يغتسل به لا يرون فيه بأسا حتى وإن كانت له رائحة، يقول هذا ليس بطيب، هذا ما يقصد أنه يتطيب به، هو يشتريه حتى ينظف نفسه، كون في رائحة طيبة هذا أمر آخر. لكن أكثر أهل العلم يقولون هذا الصابون الموجود الآن إنما يضاف له هذا الطيب، هذه الرائحة الطيبة، فلذلك يلحق به. فالخلاف في الصابون الآن الموجود الآن بناء على هذا، هل هو طيب أم لا؟ من قال أنه طيب قال ما يجوز للمحرم، ثم ابتدع أصحاب المصانع هذا أيضا، يعني حتى المكايج الكريمات هذه للمرأة، كريمات المرأة ونحوها أيضا فيها طيب، فيها رائحة طيبة، يعني ما تدهنه المرأة لجسمها ونحوه أيضا فيها رائحة طيبة، فأيضا هذه ربما اختلفوا فيها. هذا كريم المقصود به ترطيب الجسم، هل يلحق بالطيب أم لا؟ بعضهم يقول لا ما يلحق بالطيب، هذا كريم لا شأن له، كون له رائحة طيبة هذه أمر لا شأن له بالطيب، لكن أكثر أهل العلم يقولون طالما أنه وضع فيه طيب فهو يعد من الطيب. لذلك ابتدعت أصحاب الصيدليات تجارتهم ماشية رائجة، أنه على قرب الحج ينشئون هذه الكريمات والصابون ونحو الذي لا رائحة له البتة، ما فيه رائحة، وتجد النساء اللائي يردن الحج يشترين هذه المزينات وهذه المكملات بألوف الريالات. طيب السابعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة نهي المرأة عن التنقيب والقفازين، يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط، والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها، والله أعلم. قال: الفائدة السابعة نهي المرأة عن التنقيب، أن تنتقب، أن تغطي وجهها، وعن القفازين، يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، لذلك المرأة ما لها لبس معين، يعني ليس لها لبس معين، وكثير من من الإخوان الحجاج والمعتمرين يسألون عن ذلك، ليس للمرأة، يعني ربما أحيانا باعتبار ظروف الحج والحرارة ونحوها تفضل النساء أن يلبسن القطنيات، بمعنى الثياب التي تكون من القطن باعتبار الحر، ويلبسن الأبيض، لكن هذا يعني ليس بأمر يعني يعود إلى الشرع، إنما هو عادة اعتادها الناس الآن. المرأة إحرامها كما ذكر المؤلف يتعلق بوجهها وكفيها. ثم ذكر المؤلف الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى حكما مستنبطة يعني من هذا الإحرام، بمعنى
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر أن يلبس أن يتناء أولا أن يبتعد عن لبس هذه الأمور التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها، وأن يكتفي بلبس الإحرام. قال: والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج عن المألوف، لأنه لو حج كل واحد يحج بلباسه المعتاد ما يشعر المرء أنه خرج عن شيء اعتاده طوال عمره وطوال عامه. فلذلك جاءت الشريعة فأمرت هؤلاء بأن يخرجوا أنفسهم عما اعتادوه من هذه اللباس الألبسة والطيب ونحوها، ثم يجعلوا ثم يحرموا بهذه الإحرامات. قال: مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين، أحدهما الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط، لأن المرء إذا نزع ثيابه يتذكر أنه لا بد وأن سيأتي يوم وسينزع عنه ثيابه، ثم يلف بكفن يشبه هذا الإحرام الذي تحرم به، ولا لا صحيح واضح. لذلك الإحرام يعني في هيئته وفي صورته يشبه كثيرا الكفن، فلذلك من حكمة هذه الشريعة أن جعلته تذكيرا للعباد، أن يتذكر المرء أنه آئل في يوم من الأيام أن سيلبس هذا اللبس حين يموت. والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. وهذا حق مجرب، لأن المرأة إذا يعني حب أنه حج بلباسه يعني بثوبه وغترته أو ببدلته أو نحوها، ربما ينسى مع خضم يعني الأعمال ينسى أنه حاج، لكن إذا لبس هذا الشيء هذا الإحرام فإنه كلما نسي ونظر إلى نفسه تذكر أنه في هذه الشعيرة العظيمة، مما يساعده كما ذكر المؤلف على المحافظة على قوانين هذه الشريعة الشعيرة وهي الحج أو العمرة، وعلى أركانها وعلى شروطها وعلى آدابها. فهاتان حكمتان نفيستان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى عن ما يتعلق بالإحرام. ولعلي أستأذنكم أن نقف إلى هنا، لأن الحديث الآتي المسألة الآتي أيضا تتعلق يعني بمسألة أصولية عظيمة، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد، والخلاف فيها يعني كبير بين الجمهور وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقييد المطلق في هذه المسألة، حتى أن طائفة من الأئمة تعجبوا من الإمام أحمد أنه في هذا المكان لم يحمل المطلق على المقيد، لكن للإمام أحمد نظر دقيق عميق في هذا المقام، والأمر يطول، فلعلنا نرجئه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.